في كارامبو بولاية نيو مكسيكو، هاجم روبو قائد الذئاب البقرة والخراف يوما بعد يوم، ومعه أتباعه الخمسة. صديقي جون المزارع طلب مني القدوم لمساعدته في حل هذه المشكلة، وأنا قد جربت كل شيء بدءا من الطعام المسموم وحتى أعقد أنواع الفخاخ، لكن لم أنجح بشيء. بعدما علمت بأن روبو متزوجا من الذئبة برانكا، فقد قررت أن أستغل ذلك، وأخيرا نجحت بالإمساك بها. توقفوا! توقف! روبو، روبو قد فعل ذلك، هيا بنا. أين الرأس؟ لقد اختفى، أخذته الذئاب، أوقعنا بها. آثار الجر من هنا. حسنا، ها هو، ترجلوا. وجدته أخيرا، ها هو رأس البقرة هناك. روبو ذكي، يعرف خطورة البندقية. كانت برانكا أجمل ذئبة رأيتها في حياتي. روبو، إن روبو يعوي ويبدو لي كأنه يبكي. عواؤه حزين جدا، كأنه ينادي عليها. زوجته يحسنني. غريب،
طوال حياتي الماضية لم أسمع ذئبا يعوي بهذا الشكل المحزن أبدا. روبو أحب برانكا حبا حقيقيا، إنه مخلص لها. لم يتخلى روبو عن برانكا أبدا. جاء مرارا إلى مزرعة جون وهو يعوي عواء يحزن القلب. إنه بالتأكيد روبو. أيعقل أنه جاء لوحده؟ لا أظنه سيرتكب شيئا خطيرا كهذا. نعم روبو، بموت زوجته الحبيبة فقد روبو حذره الشديد. إن هذا روبو بالتأكيد. غير معقول، هل كان روبو هنا حقا؟ وتجول هنا وهناك بجنون وطيش كبيرين، فعلا شيء غير متوقع من روبو. لقد كان وحده، أليس كذلك؟ هل وجد المسكين جثة زوجته برانكا؟ لا، لم يجدها، وسيبقى في الجوار حتى يجدها. أحضروا ما استطعتم من الشراك الفولاذية. وثلاثون فخاً سنتمكن منه، لأنه لم يعد روبو الذي عرفناه. وبعد ذلك جئنا بجثة برانكا إلى هنا حتى نترك رائحتها وآثار أقدامها حول الشراك. وبمرور الأيام ازداد تعلق روبو ببرانكا، كما أصبح مضطربا ومهتاجا. وقع قائد الذئاب في الفخ الآن.
وأطلق المنتصر المسكين صرخته الأخيرة مناديا زوجته. بعد يومين من نصب الفخاخ سمعت بأن قطيعا من البقر أصيب بهياج بسبب شيء قرب الوادي، لذا أتيت لألقي نظرة. ها؟ روبو! 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 تحاول أن تجمع وتنادي أعوانك؟ حسناً، اهدأ يا صديقي، إنه عالق بالفخ تماماً ولن يفعل شيئاً، لقد أصبح مضطرباً منذ وفاة زوجته. امتلأت عينا روبو بالحقد والغضب، حاول أن يقفز علي وهو يرتعش بشدة ويعض الهواء، وبسبب شدة الجوع والنزيف فقد تهاوى روبو على الأرض. ها، قطعت الحبل السميك بعضة واحدة. بيلي! روبو، أوقعت به أخيرا. انظر، قطعه بعضة واحدة. أوه، سأفعل ذلك من أجلك. لا تقسو علي، لنبقي حيا. زال خطره. توقف روبو عن مقاومتنا. بعدما ربطت فمه بدا وكأنه يقول: لقد هزمتني أخيرا، فافعل بي ما تشاء. ومنذ تلك اللحظة لم يعرنا أي انتباه. هذا روبو. أنا لم أرى ذئبا كهذا من قبل. إنه يستحق أن يدعى قائد الذئاب. هل لي بسؤال يا سيد مخلص؟ نعم، ما الأمر يا بوب؟ ماذا ستفعل بروبو؟ حسنا، أنا لا أعرف بعد. أرجوك لا تقتله، من أجلي لا تقتله. روبو، ما بك؟ هيا كل، لابد أنك عطشان.
حضرنا لك ماء. هيا لا داعي لإزعاجه. إنني أتساءل لماذا لم يأتي بعد أعوان روبو لإنقاذه من هذه المحنة. أنا متأكد بأنه سيجمعهم الليلة. وأنا أعتقد ذلك. أوه. لكن لا تقلقوا، فنحن مستعدون لذلك، والشراك منصوبة في المكان. نادى روبو على أعوانه حينما رأيته لأول مرة. نعم، لكنهم لم يأتوا حينها لمساعدته. روبو لم يعوي ثانية مناديا أعوانه. يقال بأن الأسد المنزوع القوة والنسر المحروم من حريته أو الحمامة بلا رفيقها يحزنون جميعا ويتألمون حتى الموت. روبو قد عانى ما عانته كل هذه الحيوانات مجتمعة. لقد كان حقا ذئبا فريدا، لكنني تساءلت، هل بمقدوره احتمال هذا الكرب الشديد؟ حدق روبو في الجبال البعيدة التي تمتد وراءها أرضه، وهي عبارة عن أرض حشائش شاسعة تتموج كموجة لا نهائية. مات روبو في الأول من كانون الثاني عام 1894 ليلحق بزوجته الحبيبة برانكا. لن أنساك أبدا يا روبو، كانت عاطفتك أعمق وأشد إخلاصا من عاطفة البشر، كما أن كبرياءك لم يفارقك أبدا. إنك فعلا سيد وقائد الذئاب بلا منازع. مهما كان السبب، فقد قتلت حيوانا وأنا حزين، قتلته بيدي.